أهلا بكم مشاهدينا الكرام في فقرة ضيف غرفة الأخبار، والتي نخصصها دائما للحديث عن الاستعداد للموسم الصيفي القادم، حيث تستعد العديد من الجهات الوصية لتأمين الموسم، خاصة فيما يتعلق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجد، ليتم التأكيد في كل مناسبة على أهمية البعد الوقائي وضرورة تحسيس جميع الأطراف المتدخلة لضمان حسن الاستعداد لموسم الاصطياف وتأمين الغابات والشواطئ بمختلف ولايات الوطن. ودأبت المديرية العامة للغابات وككل سنة على تكوين لجان محلية لمتابعة المناطق الغابية ودعوة أصحاب المزارع والعمال لتأمين الغابات والتحلي باليقظة بالتنسيق الدائم مع المصالح الأمنية. فكيف تجري الاستعدادات على مستوى مديرية الغابات، وما هي الإجراءات المتخذة لتفادي سيناريوهات السنوات الماضية؟ مشاهدين الحديث عن هذا، نسعد باستضافة السيد عبد الرحمن شيخاوي، خبير في الغابات بمديرية الغابات والحزام الأخضر لولاية الجزائر. صباح الخير السيد شيخاوي. صباح الخير، نشكركم على الاستضافة. وكل الشكر لك أنت أيضا على تلبية الدعوة. إذا السيد شيخاوي، مديرية الغابات وككل سنة يعني تنظم أو تحيط بمخطط استعجالي أو مخطط من أجل دائما الاستعداد الأمثل لتفادي سيناريو السنوات السابقة من أجل تأمين الغابات والمحيط الغابي والحفاظ على البيئة بشكل عام، يعني ما هي الإجراءات المتخذة لهذه السنة تحسبا لموسم الاصطياف وربما ارتفاع درجات الحرارة ولتفادي دائما سيناريوهات الحرائق؟ شكرا، شكرا على هذا. عادتنا مخطط محاربة حرائق الغابات، مخطط تفادي هذا الخد يبدا قبل من المخطط. عندنا كما نقول عندنا نديروا التحسيس، التحسيس نديروا في المدارس، نديروا في مع الجمعيات سيتو. من بعد كي يقترب الموسم، موسم محاربه ولا مكافحه حرائق الغابات، نحن نفتحوه من يفتحوا الوالي، يفتح بقرار من الوالي ويغلق من اول جوان الى 30 اكتوبر. قبل الانطلاق في الحمله هذه كان عندنا مخطط يشمل كاع الوسائل اللي كاين، ماشي غير عند الغابات، الوسائل اللي كاين في البلديات، في الدائرات، في الولايه، وكل كل 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 زعما كل دائره عندها كوميتي اوبيراسيونيل، لجنه عملياتيه. كان في كل بلدية كان لجنة يرأسها المير، في كل مقاطعة يرأسها الوليد المنتدب. وعندنا في الولاية كاملة كان هذه اللجنة الولائية الكاملة اللي فيها المديرين كامل تاع الناس قاع تشارك، الناس قاع معنية بهذا المخطط، ما كاينش غير الغابات وحماية المدنية. نعم، والأكيد يعني أنه كل هذه اللجان والجهات الوصية السيد شيخاوي يعني تخضع ربما لتكوين من أجل اطلاعهم دائما على العملية من أجل المحافظة على المحيط الغابي. هذاك ما عندهمش تكوين، ما عندهم تحسيس. نعم، دير لهم تحسيس. التكوين رانا نخرج في وسط الغابات مع المواطنين، يستعملوا الغابة لاستجمام كما دارونا حالة كبيرة في بوشاوي، كي يلحقوا التم يجيبوا الماكلة تاعهم وما يرفدوهاش يديوها في المهملات، يخليوها هكا. وكاين عندنا سموه لو ديشيفير، كاع واش كاين لي زيبيشلور، هذوك القشور تاع الفاكهه والخضر وكذا، يخلوهم هذوك يخلقوا دي شامبينيون فطريات يدخلوا. واش صاري في بوشاوي عندنا شجر بزاف نقاسوا. نعم، في الجذور تاعهم فطريات هذوك، ويجي يغلقوا عليهم يغلقوا عليهم ما كاين لا ما لا، دونك واش يصرى الشجره تموت من بعد اذا كان ما دخلوهاش، لا ما كانتش التغذيه تاعها من الاملاح المعدنيه والماء. الشجرات كاين يوم يشوفوا هذا، دونك هذا مام هكذا، هاني نبعث رساله للمواطنين اللي يستعملوا الغابه تاع بوشاوي خاصه، كي يجيبوا معهم ماكلتهم يدوها معاهم. وهذاك لو بيتي مال افيس بارتو يدخل، كان اللي يحوس يجيب بالسياره تاعو يحوس على الظل، ما يروحش الباركينغ، موقف السيارات ما يساعدوش، يدخل داخل الغابه ما يساعدش. بلي في الغابه هذيك نعطي لهم ميساج للسيتويان اللي جبتهم، غابه بوشاوي التربه تاعها ماشي غامقه،
عندنا كما يقولوا لا فاسياس كان الحجر الاولى عندنا واحد 10 سنتيمات تاع التراب. الا كان زدنا عفسنا عليها من الفوق نخنقوا الشجره. سي هذيك اللي الغابه بوشاو كما تحافظوش عليها نتوما معنا تروح. هذا سي كما يقولوا ميساج هنبعثوا ليها من البلوس. نعم، ومن خلال هذه السلوكيات السلبية الممارسة من طرف المواطنين سيد شيخاوي، يعني هل هذا يدفع بمديريات الغابات يعني إلى ربما الخروج إلى الميدان والاطلاع على هذه المساحات الغابية دائما من أجل الحفاظ عليها؟ احنا الميدان رانا دائما فيه. نعم. نخدم الميدان أكثر من المكتب. الميدان رانا فيه. هذه كما بوشاوي خرجنا لها عدة مرات، وخرجنا معنا المعهد تاع البحوث الغابيه اللي في باينام باش درنا دياغنوستيك صبنا واش المرض تاع الغابه هذه. دونك باش نداويوها باش نحافظوا عليها باش نعاودوا نخلقوها نعاودوا لازم المواطن اللي يستعملها يحافظ عليها باش راح نديروا كيما هو لي بونكارت هكذا باش نوعيوهم وين نعاودوا نخدموها ما يعفسوهاش. وهذا ما كان. وحنا رانا تما دائما احنا الميدان رانا في الميدان. نعم. يعني وبحديثك عن الميدان سيد شيخاوي نتحدث ربما عن جانب الحماية على الثروة الغابية من الحرائق، يعني كما عهدنا في السنوات الماضية الجزائر شهدت سلسلة حرائق يعني أتت على الهكتارات من هذه الثروة الغابية، يعني ما هو المخطط الذي توفره المديرية العامة للغابات خلال هذه السنة دائما من أجل تفادي مثل هكذا سيناريوهات؟ يعني هل في هناك مخططات استعجالية؟ هل في هناك ربما خاصة وأنه يعني التكنولوجيا الحديثة اليوم تفرض نفسها، يعني هل في هناك ربما بعض التطورات على مستوى مديريات الغابات من أجل الحفاظ على هذه الثروة الغابية؟ طبعا هذا هو هذا الشغل تاعنا، الشغل الشاغل تاع الغابات هو المحافظة عليها ومكافحة، يعني ما نديروش قبل من المكافحة نديرو لا بريفونسيون. نعم. نسيو نتفاداو الحرائق الغابات باش ما نلحقوش المكافحة. نعم. باش نتفاداو عندنا احنا درك عندنا لي بريغاد موبيل اللي يسموهم الفريق المتنقلة. نعم. زدنا هذا العام جبنا ست سيارات تاع التدخل الاولي من. نعم. من نوع مرسيدس وراهم في الميدان عندهم ديجا 15 يوم اللي راهم في الميدان عندهم اماكن تاعهم وين يقعدوا باش في الغابات اللي فيها الحساسيه عندنا يعني بزاف على الغابات كاين. نعم. على بزاف عندنا بوشاوي مقطع خيرال البارك زولوجيك كما نحكيوا على غابه الاقواس تاع بوان دي زاكات هادو اللي فيهم الناس فيهم يجيو المواطن يسعى لهم. نعم. يسعى لهم والمواطن ما نقولوش يديرها يعني عمدا بلا ما يبالي هو يكون سبة في انطلاق النار. هذه يعني كي نشوفوا احنا في الاخر سبة انطلاق النار اندلاع الحرائق هو الانسان. نعم. كاش كاين يعني لا مسؤوليه من طرف بعض مسؤولية الاشخاص مسؤوليه خاش كي نشوفوا احنا الطبيعيه ما كانش طبيعيه كان الفولكان ما عندناش والزيكلير ما عندناش بزاف روحوا للصعود. دونك يقعد توجور الانسان هو السبه الاولى في اندلاع حرائق الغابات. الا كان دوك من هذا المنبر نبعث لهم يعني باش ياخذوا الحذر ما يعودوش كيما دوك عندنا مديريه الطرقات ما يقولوا هذوك عندهم معنا عندهم ديجا عندهم كي نبداو نحضروا الموسم هذا عندهم على اطراف الطرق نسموهم لي بوند انتي ميغو باش خاش المواطن راه يسها الا كان يرمي الدخان تاعو من الطاقه يجيبها لهيه وراحت. دونك عندنا هذه وعندنا الحراسه احنا دائما في الصيف نزيدوا نجيو ندخلوا 15 حتى 20 خدام سيزوني موسمي باش عندنا لي بوز فيجي ابراج المراقبه يكونوا ابراج المراقبه من اول جوان حتى 30 اكتوبر يخدموا فيهم 4 من الناس
باش يتداولوا عليها، وعندهم 24 ساعه على 24 ساعه هما يتم يراقبوا بالجمال. نعم، وماذا عن لجان الفرق المتنقله سيد الشيخاوي؟ يعني تحدثت عنها انها يعني هي اليوم في الميدان، يعني منذ قرابه 15 يوم يعني كانت قد خرجت الى الميدان، يعني كيف تعمل هذه الفرق؟ يعني وهل في هناك يعني تنسيق ربما مع مصالح الحمايه المدنيه في حال وقوع يعني اي كارثه؟ يعني هل تكون هذه الفرق على اتم الاستعداد والتاهب دائما من اجل حماية الثروة الغابية؟ بالطبع بالطبع، احنا المرافق معنا في حرائق الغابات هما الحماية المدنية. نعم. هما يرفقونا، احنا نديروا التدخل الاولي، التدخل الاولي كيقول لك اذا كان الحقد في الدقيقة الاولى بكاس طفيها، لافت بدون ولا كملت لافت ربع ساعة سي لا كاتاستروف. نعم. دونك لازم، دونك هما عندهم يسموهم لي كولون موبيل، سيت داكور موبيل، راهم متواجدين على اقرب الغابه اللي فيها الحساسيه الكبيره كيسرى، وعندنا معاهم اتصالات في الراديو ماشي غير في التليفون، عندنا اتصالات اون ريلي بالراديو، كاش ما تكون نار هما يعلموها ويبعثوا لجماعتهم يجيو يحضروا ياه، وكان ما هماش يعني حنا بهذوك شويه تاع السيارات هذوك تاع التدخل نعاونهم كي نلحقوا الاولين باش هما ما يديبلاصوش هذا. نعم، من اجل يعني تفادي كل هذه السيناريوهات السيد الشيخاوي، احنا نشوف انه في بعض الدول المجاوره تقوم بانجاز بعض الحواجز يعني بين المساحات الغابيه والسكان المجاورين لهذه الغابات، يعني هل ربما الجزائر اليوم يجب عليها ان تعمل بهذه المخططات من اجل تفادي وقوع كوارث يعني كما التي عهدناها سابقا؟ بالطبع، هذه دوك هذا فعل قانوني، احنا عندنا في القانون 94 اللي مازال ما تبدلش على هذاك، فيه 500 متر وحتى الكيلومتر على السكان لازم تكون مام السكان اللي قرب للغابه، هما راهم مكلفين نكلفوهم باش هما ينقيو توت على يديروا على ديورهم، احنا ما عندناش بزاف كيما كي تقول في اوروبا وكذا الناس ساكنين داخل. نعم. احنا ما عندناش سكان داخل الغابه، وهما باسكو على سي دي فوري بريفي يعني خاصه. نعم. كل واحد يسكن في الغابته، كي احنا ما عندناش هذاك الشيء، دونك وحنا نديروا هاد كيش يقولوا الخنادق النار سموهم لي ترونشي بارفو. نعم، ديجا غير في الغابه ماشي غير على السكان، في الغابه نديروا لي ترونشي بارفو اللي تحرقت تنقطع، نقطعوا المسير تاع الحريق هذا، وكاين كما قلت عند السكان احنا نديروها هذيك، نحيو نقصوا من لابيو لا فيجيتاسيون، نقصوا منها سورتو هذيك اللي تحرق فاسيلمون. نعم، والى اي مدى يعني لهات السكان المجاورين بمحاذاه الغابات يعني من شانهم المساهمه في اخماد هذه الحرائق، يعني وان لم يكن الاخماد التبليغ عنها وتسهيل عمليه سواء مصالح حمايه الغابات او مصالح الحمايه المدنيه؟ هو عدم التبليغ ولا عدم المشاركه راه جنحه. نعم، جنحه. دونك اللي ما يشاركش اللي يكون قريب الحريق وما يجيش يشارك نقدروا نديوه للشرع، نقدروا نشكو به ونديروا له القانون واضح، حنا نمشوا بالقانون، عندنا قانون يقول لك اللي ما يشاركش نجمو نوصلوه نشكو به. نعم، والمواطن الجزائري لديه ثقافة التبليغ يعني في مثل هكذا كوارث؟ يعني هل تتلقون اتصالات كاين يعني من اجل التبليغ عن هذه الحوادث؟ بصح هما دوك واش خاصهم؟ لم مع من يتصلوا دوك، حتى الدرك راهم يتصلوا غير بالحمايه المدنيه ما يتصلوش بينا احنا، بس احنا ما يعرفوش، مازال ما يعرفوش، ما عندناش رقم اخضر، هذه حاجه الاولى، رقم اخضر هما يحوسوا على رقم اخضر. نعم اكيد. احنا رقم اخضر درناه في اون بروجي مازال ما لحقش باش نوصلوه للناس كامل، يعود نبعثوه للرقم الاخضر، نبعثوه في الشاشه، نبعثوه في الراديو، نبعثوه هكذا باش الناس نوباسكو. عندنا كانوا عندنا لافتات فيهم هذوك الحمايه ضد حرائق الغابات. نعم. وبالطرف على الجانب فيه رقم الهاتف تاع المقاطعه اللي قريبه ليه. نعم. ورقم الهاتف تاع المديريه الولائيه ورقم الهاتف تاع المديريه العامه،
يعني واحد عنده 3 أرقام يقدر يتصل بهم مع الكاتورس تاع. نعم، وبحديثك دائما عن هذا اللافتات ربما وعن هذا الحملات التخصيصية والتوعوية دائما من أجل المحافظة على البيئة والمحيط الغابي بشكل عام، يعني هل هذه الحملات التخصيصية تأتي ثمارها بعد الخرجات التي تقومون بها؟ بالطبع بالطبع، الثمرات في التحسيس هذا عندنا ثمرات، كاين كما خلقنا ليكو سيتوينتي، نديرو ليكو سيتي المواطن الاخضر. كاين درك الناس هاي راهي تعرف واش معناتها حرائق الغابات، تعرف واش معناتها الغابات، الناس درك كي تشوف يهربوا من المدينه. كان نعطيك مثال، دائما نهضر على بوشاوي، مثال بوشاوي في الويكاند ما كاش وين تقاري، ما كاش وين تمشي، ما كاش وين. الناس تعرف قيمة الغابة، الناس ولا تعرف قيمة الغابة. حنا دوك عندها الإحساس اللي التحسيس اللي درناه جاب تيمارو. وشنو كاين توجور يكون دائما واحد اللي يخالف هذا كي يسموه بيرومان باسكو ليكزيست. أكيد يحب النار يشعل النار. كاين انيكدوت في الثمانينات، كان واحد عنده خلل عقلي، شعلنا النار خاصه راح يشوي حبه سردين في الغابه للاسف. ايه واش سلوكات خاطئه وسلبيه يمارسها بعض المواطنين. نتحدث يعني عن هذه المساحات السيد شيخاوي التي تم يعني او حرقت خلال السنوات الماضيه، سواء كانت بفعل فاعل او بسبب فعل التقلبات الجويه والمناخيه بسبب ارتفاع بعض درجات الحراره في بعض ولايات الوطن. يعني هل تم اعاده تشجير هذه المناطق؟ احنا عندنا في يعني في التقنيات تاعنا كي تشعل الغابه العام الاول والثاني خليوها ترتاح، ماشي ترتاح وهي تخلف روحها. نعم، ومن ما نمسوهاش تخلف، وبعد نديروا عندنا لاميناجمون، شوفوا لا خلف البلاصه اللي خلفت بزاف نقصوا منها، اللي ما خلفش نزيدوا لها. يعني هذا ربما يرجع الى نوعيه الاشجار المغروسه. لا هي دوك النار واش دير؟ النار هاي طيب الحب تاع الاخر تاع الشجره هاي تسخنوا. هو كي تسخنوا يعود واش يصرى له؟ يكبر يلقح، ولا زاد تحت كنا نروحوا نطفيوه الماء هذاك اللي نجيبوه واش يصرى له؟ هي تلقح وحدها، وين ما تكونش وين يكونش الخلف ندخلوا ليه، احنا نديروا نعاودوا نغرسها، نعاودوا نغرسها. نعم، يعني وكم المدة التي تستغرقها يعني هذه الأشجار من أجل دائما يعني إعادة بعثها من جديد؟ هي تطول تطول، بس الشجرة باش تلحق نحكمو سنومر سنومر باريكزومبل باش يدير 2 مترات تعطي له 5 على 10 سنين. نعم، يعني المهمة صعبة بالنسبة لمصالح الحماية. نعم، هما دول الغابات عفوا على هذيك اللي لازم دوك نحميوها، لازم نتفاداو هاد الحرائق باش ما نعاودوش نخلفوا وتبطى باش تخلف. كما كنا نحكي لك الحريق تاع تيزي وزو وين حضرت وشاركت وكلش. نعم، وراني لدرك مازال اتصال معهم باش نعاودو نخلفوا هذاك الزيتون اللي راح. كاين عمليات خير من هذا، استدير الزيتون الشجره القديمه نقحوها، وكاين جديد دوك جديد هي ديجا بعد النار هذيك بشهرين ولا تعاود الاخضرار، عاود رجع للاماكن هذيك. وشو الاخضرار في التحت في الاستاتير باسي، وبعد الزيتون بدا يخلف وحده وكان السجر فايوكا كاع يتخلف. ان شاء الله تكون من على عامين تعاودوا لي كما كانت ان شاء الله. ان شاء الله، يعني وهذا ما نتمناه. السيد الشيخاوي، يعني في هناك بعض المناطق على مستوى الغابات يعني تكون اكثر عرضه لمخاطر اندلاع الغابات، يعني هل تحديد هذه المناطق يكون سببا في قله وعدم يعني اندلاع هذه الحرائق ويقلل من حده المصاعب على مديريه الغابات؟ حنايا في العمل تاعنا، في العمل تاعنا كاين نديروا كما نقولوا الدياغنوستيك تاعنا. هاي خاش درك الحشائش جينيرال هي اللي تبدا منها، باش الحشائش يبدا يطل السمش يصفروا. نعم، يعودوا يعني انفلابابل رابيد ما يتحرقوا يحوسوا البوالو يشعلوا. حنا في هذوك عندنا دي شونتي وراشات ينحيوا شاك فوا كاين هذا ينحيوا
ينقصوا منه. ينقصوا من الحجم تاع هذا. وبعد كي نحيو هذاك الحشائش نعاودوا نوليو لابروسا الاحراش. الاحراش ثاني نقصوا منهم قبل. هذه من 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 الاعمال اللي نديروها في مكافحه حرائق الغابات ولا المكافحه ولا نعم. نعم. ورسالتك في الاخير للمواطنين السيدة شيخ؟ هذه رسالتي هما دوك حنا رانا هنا ليهم. هذا كاع واش انا نخدموا في الغابات ماشي خدموا لينا. كاين عندنا 15 غابات صغيره اللي درنا لهم اميناجمون تاع سيتو. هاد الغابات اللي قراب حنا عندنا شوم لي فوري اوربان جايين غابات داخل المدينه. دونك واش درنا لهم؟ درنا لهم دي اميناجمون ريكرياتيف ان بو بارتو. الناس راهم شافوهم راهم راهم يروحوا لهم. وبعد هذوك حنا كي نديروا نديروا هذاك لاميناجمون نعطوهم لوبلا لوفيس دي بارك دي الوزير. عندنا اون بيك في لاويلا دالجي وبعد هي تقوم بتسيرها. نعم تسيرها. والناس كاينه كما الاولى اللي دارت في قدام ستاد 5 جويليه هذيك ولات ما تفرقش. نعم دونك عندنا 17 غابه هكذا اللي درنا لها هذا الاميناجمون هذا وراهي ليهم ماشي لينا. نعم اذا هما يحافظوا عليها الا حبوا الاستدامه تاعها راهي ليهم ان شاء الله. يعني هذا ما نتمنونه فعلا. السيد الشيخاوي عبد الرحمن خبير في الغابات بمديريه الغابات والحزام الاخضر لولايه الجزائر، كل الشكر لك على حضورك معنا وعلى كل هذه التوضيحات والنصائح للمواطنين من اجل دائما حمايه المحيط الغابي والحفاظ على البيئه. كل الشكر لك سيدي. بارك الله. احنا ثاني نشكركم باسكو انتم وسيله من الوسائل اللي لحقوا الميساج تاعنا للسيتويان. اكيد يعني هدفنا واحد وهو بناء الوطن السيد شيخا، الحفاظ عليه أكيد. ومبني ما نريبوش. اكيد اكيد السيد شيخاوي. اذا مشاهدينا الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام هذه الفقره، وغرفه الاخبار لا زالت متواصله بعد الفاصل.